السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حياتي المهمة شغال على برامج تقيلة زي سينكرو وبرامج البيم، إن أنت تكون مأمن نفسك وعامل اللود سيف. من فايل أوبشن هتلاقي في الجنرال هنا أوت سيف. طب أوت سيف اللي لازمته إيه؟ إن هو تلقائي يعمل سيف للمشروع بتاعك. فأنا بيقول لي أوت سيف بروجكت كل كام دقيقة، هو الأصل إن هو بيخليها كل 90 دقيقة، يعني كل ساعة ونص. طبعا بعد ساعة ونص تلاقي شغلك كله طار، فخليها كل نص ساعة مثلا يعمل اوتو سيف. طيب ديليت اوتو سيف اون نورمال اكزيت، لو انا قفلت الجهاز بتاعي بشكل كويس وقفلت البرنامج بشكل كويس يلغي الاوتو سيف. ممكن تقول له خليها شيلها زي ما انت عايز. طيب هنا بيقول لك انت عايز تحتفظ بكام باك اب، طبعا حاول تخلي رقم كبير شوية، انا مخليه 9 والديفولت بتاعه 3. ليه؟ ممكن تلاقي اخر 2 دول مفهومش الشغل بتاعك، تروح للتالت الرابع وهكذا. اوت سيف اند باك اب فايل لوكيشن، الباك اب بتاعك فين؟ حاول تخليه في اي حاجه غير السي، عشان لو حصل حاجه للسي تقدر تعمل لهم ريكفر وتقدر ان انت ترجعه.